السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. كي بقيتوا؟ كي درتوا مع هذه الحراره؟ الله يبرد لينا الجو، هادشي اللي نقولوا. الحمد لله على ما عطانا الله، اي حاجه جات من عند ربي مرحبا بها. غير الصراحه شويه الحراره في هذه الوقيته كاين اللي كتغلبوا، بحالي انا راه ما كنقدرش نتحمل الحراره كاع. المهم بنات، وهذا هو الموضوع ديالنا، جيت نشارك معاكم هذا، ما عرفتش شنو نقول لكم، هذا المكيف هذا. المهم غادي نشاركوا معاكم، انا خديته وبغيت نتشارك معاكم، حيت اغلبيه يعني دابا الوقيته سخونه، ربما كاين اللي غنفيدو بهذا الفيديو، غيبغي حتى هو ياخذ، يبغي يعرف معلومات، يبغي يعرف واش مزيان واش لا، واش صالح واش ما صالحش. المهم انا غنعطيكم جميع المعلومات عليه. المهم الصراحه البنات، انا ما كنتش دايره على هذا غناخذو، كنت دايره باش غادي ناخذ فونتيلاتور عاديه. المهم فاش مشى راجلي لقى هذا المكيف كيتباع، هو ديجا كان باغي ياخذ الكليمه وانا ما بغيتهاش، يعني انها يعني راه حتى الفونتيلاتور كتمرض، ولكن بعد الفونتيلاتور تقدري تحكمي فيها، يعني تقدري واحد ما تجلسيش حداها قريبه تقدري، اما الكليماتيزور راه فاش كديريها ما تقدريش تبعدي على البروده ديالها. وخفت الصراحه على اميره، ومهم الصراحه انا ما كنت ضد اننا ناخذوها. صافي مشى في الطراجي باش ياخذ لنا فونتيلاتور، وخدها هذه كان صنع عليا، قال لي راها شنو لقيت. قلت له صافي جيبها لنا نجربوها. المهم غادي نشارك معكم شنو هذا. واحد المكيف هوائي هو، المهم كيخدم من هنا بحال الفونتيلاتور، عنده هاد اللعيبات على هاد الشكل هكا، يعني انت كتفتحوهم هكا بيديكم، كيكونوا مسدودين كتفتحوهم على حسب الاتجاه اللي بغيتو. الا بغيتو الهواء يضرب لتحت كتفتحوهم غير هكا، بغيتو الهواء يضرب الفوق كتزيدوا تفتحوهم للفوق، يعني كتزيدوا تطلعوهم هكا، كتزيدوا تطلعوهم بيديكم. المهم كيجي معاه هكا، كتجي معاه التليكوموند ديالو، هي نفس داك الشيء اللي عندها هنا، راه هنا يعني غير على ود الا بغيتي تحكمي فيها عن بعد. كيجيو معاها هادو كيجيو معها أربعة. المهم حنا هادي جات معها أربعة. عندها هنايا واحد الرجيلات على شكل دراجات، يعني باش كتحرك، حنا ما ركبناهم لهاش، هادو كيصلحو دوك الرجيلات كيصلحو، يعني الا بغيتي تحطيها تستخدميها في الأرض، الا بغيتي تخدميها في الأرض كتركبي لها دوك الرجلين. المهم البنات، بالنسبه ليها واش زوينه ولا لا، انا الصراحه فاش قال لي غناخذها دخلت لجوجل ديك الساعه وقلبت، لقيت بان ماشي مضره، ماشي بحال الفونتيلاتور، بحال الكليماتيزور اللي كتعرفوا اللي كدار برا، ماشي مضره. حتى هذه راها كليما، ولكن هذه راها مهم باش كتبرد غير بالماء بارد، هذه كتخدم بالماء. الطريقه المهمه البنات، هاد التليكوموند، المهم هاد البوطون راه باينه ديال باش كطفي وكتشعلي، هذيك اللي فيها نقيطه ديال الماء، هذيك راه ديال انا. المهم نوريكم بعدا الطريقه كيفاش كتخدم، عاد نولي نشرح لكم هادو. هذه باش كتزيدي فيها السرعه، باش كتزيدي واش تبرد بزاف ولا شويه، هذه باش كتحكمي فيها، هذه باش كتحكمي في هاد البلاصه. انا نوريكم فهادي، يعني الا درتي هادي كتحكم في هادو ثلاثة هنايا، الا بغيتي ديري يعني البرودة مجهدة هنا، الا بغيتي ديري غير بحال النسيم، يعني فهمتوا بحال داك البرد اللي كيكون هكا في الزنقة بريد بارد هكا. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، هادي كديريها على ود ديلا كنتي ناعسة، هادي ديال النعاس، كنتي ناعسة كتركليها على هادي كتعطيك واحد البرودة اللي ماشي مضرة ونتي ناعسة. هادي هي هادو ثلاثة عندهم علاقة بهادي. هادي البنات على حساب الساعة، كتركليها مثلا شعلتيها كتركليها واش طفى، مثلا غتشعليها وتنعسي كتركليها واش طفى على ساعة ولا جوج ولا ربعة سوايع. كتكوني ديجا شعلتيها من هنا وعاد كتركليها، وإلا كنتي باقا ما شعلتيهاش منها غير ركبتي البريز، حيت هي غير كتركبي البريز كتشعل لك واحد الضو. إلا كنتي غير ركبتي البريز وباقي ما شعلتيهاش، كتجي لهنا كتركلي مثلا ساعة ولا جوج سوايع ولا ربعة سوايع، هذاك الريكلاج يعني واش تشعل من بعد ساعة، مثلا باغا تنعسي وباغاها تشعل من بعد، يعني تتنعسي ساعة تشعل، مثلا نعستي في واحد الوقيتة بارد الجو ومن بعد مثلا عاد يجي الصهد، كتركليها بحال مثلا تنعسي مثلا مع الخمسة الصباح وتركليها على ربعة سوايع، يعني تاديك تسعود عاد تبدا تخدم الصباح. هادشي اللي قصدت لكم. صافي. المهم هادو انا فهمتكم باش كتشعل، هادي راني قلت لكم يعني واش مجهده ولا شويه ولا بزاف، هادي راني قلت لكم ديال هادو ثلاثه. هادي الساعه، هادي الصراحه البنات باقي ما فهمتهاش،
هادي ضروري منين تشعليها كتخدمي هادي. يعني الا بغيتي تخدم لك فونتيلاتور عاديه ما كديريش فيها الماء وما كتخدميش هادي، ولكن الا كان فيها الماء كتخدمي هادي باش كتخدم لك بحال الكليما. هادي البنات حتى هي باقي ما عرفتهاش، ماشي ما عرفتهاش، راه غير نسيت. المهم هادو كاملين نفسهم، هادو اللي كاينين هنا راهم في التليكوموند، يعني نفسهم بلا ما نعاود نشرح لكم، نفس هادو هما هادو. المهم بقات لنا دابا الطريقه كيفاش كنخدموها. الطريقه كيفاش كنخدموها، كنشعلوا هادي، ها انتم كيف ما كتشوفوا عندها واحد البوشونه هنايا، ها هي كنفتحوا هاد البوشونه. المهم كنفتحوها، عندها واحد العيبه هنا، راه عندها تيو هابط منا وتيو طالع منا، وعندها هذه. المهم غادي تفهموا من بعد من تكون خدام. كناخذوا هادو كنديروهم هنايا. المهم هي كتهز غير جوج، هما راهم كاينين ربعه، ولكن كيديروهم لك محسيات وصافي، يعني باش تلجي جوج يكونوا خدامين جوج كيكون. كتحطيهم تما، وهنايا عندي هذا اللي طرد الماء اللي كنتلج، ودرت له درت فيه الماء باش يذوب، وغادي نخويه هنايا. انا تشوفوا معايا كنخوي الماء هنايا، ها نتوما كتشوفوا يعني ديك البوشونه مفتوحه، انا كنخوي هو راه كيهود الماء. كتهز البنات حتى الماكسيموم حتى يطرد الماء. المهم الماكسيموم حتى يطرد الماء، ولكن الماء ضروري خصو يكون بارد. المهم انا خويت داك الماء اللي داب، غنرجع نعاود نعمر هاد القرعه، باقي فيها الثلج، غنعمرها ويذوب عاوتاني. المهم حتى كنعمرها من هنا كتشوفوا البنات الماء هنايا، كيبان لكم الماء هنايا دابا راه باقا خاويه بزاف، ها المينيموم ديال الماء الماكسيموم دابا راه باقي ما بانتش كاع، خصني مازال. المهم انا نوريكم حاجه اخرى انا كنديرها لها باش كتزيد تعطيني البروده اكثر. هذه راه يعني ما دايرينهاش هما ديريها، ولكن انا غير راسي زدتها باش كتعطيني البروده اكثر. يعني مشيت كنشوف من هنا عندها اللي دينا البنات ملي كتهز، مشيت كنشوف من لورا البنات، لقيت عندها هذا الفلتر، هما كيقول لك فتحيه باش تنظفيه وباش تغسليه ضروري تغسل جوج مرات في مره على الاقل مره في شهرين. المهم انايا شنو كندير، كنفتح هذا الفلتر. بعد واحد الحاجه البنات، داك الماء ملي كيسخن كيسخن على شي 5 سوايع ولا 6، ملي كيسخن داك الماء اللي خويت راه هبط لهنا، فاش كيسخن كتفتحي هاد البوشونه دير لافابو تفتحي هاد البوشونه كيخوى داك الماء. المهم كان في هادو كامل بجوج بهم كيتخصهم يتنظفوا هكا بشي شيت، هاد الفلتر وهاد كيتنظفوا ضروري، حيت كيشدوا مع الهواء كيشدوا العجاج وداك الشيء. ها هو البنات الا كتشوفوا الماء اللي كبيت فيه مشى. انا منين فتحت باش نشوف الفلتر ملي كيتنظف، شنو رجعت كندير، رجعت كندير هكا الثلج في حاجه في شي كاس ولا كنتلجو، وكنشد ديك القطعه ديال الثلج وكنديرها تما، يعني باش كيزيد يبرد الماء اكثر واكثر. يعني حتى الا كان غادي يسخن مثلا في 4 سوايع كيصدق ما كيسخن حتى ل 6 سوايع، عندك الثلج كيزيد يبردو. ها انتما كما تشوفوه اني جبت هاد الثلجه، وغنحاول ندخلها غير بشويه هنايا ونحطها تما هكا قطع ديال الثلج، ديريهم تما باش كيبقى الماء بارد اكثر. صافي وغادي نرجع نسدها. صافي المهم هاني ركبت الاخر، من بعد ما صافي درت الثلج ركبته، ودابا غادي نمشي نزيد الماء في ديك القرعه اللي راه باقي فيها الثلج، باش ضروري على الاقل. المهم راهم دايرين لكم مينيموم د الماء، خصو يكون اكثر من هكا. دابا انا راه باقي ما وصلتش حتى للمينيموم، باقي ما بانش. فاش غنشعلها غنوريكم الطريقه كيفاش كتخدم. صافي البنات هنايا من بعد ما هانتوما فين كيبان لكم الماء وصل، يعني راه طلع شويه ما بقاش لتحت، هذا راه غير ما بارد كيدير هكا الضبابه ما كتبانش. دابا ما صراحه ما عمرتهاش يعني حتى الماكسيمو، ولكن المهم درت فيها النص. دابا خصنا نسدو هادي، كنسد وغادي نسد هادي هكا ونركب البريز باش تخدم. صافي مباشره من بعد ما ركبت لها البريز كتشعل هاد الضو، يعني هنايا البنات في هاد اللحظه الا بغيتو تريقلوها بغيتو تنعسو تكون طافيه تخليوها طافيه، ومثلا تنعسو جوج سوايع وعاد تبدا تخدم هكا تريقلوها قبل ما تشعلوها. المهم دابا انا غادي ندوز، ما غادي نريقلها ما والو، غادي ندوز باش نشعلها. صافي هي بدات كتعطي البروده، هانتوما كتسمعوا الصوت، ولكن دابا راه عاطيه غير بحال الفنتيلاتور. هانتوما الماء ما كيتحرك ما واقع والو هنايا، هانتوما يعني داك الماء اللي كبيتو مشى لتحت صافي ما كاين والو. انا الا بغيتها تخدم لي بالبروده د الماء غادي نتكي هنايا. هي شعلت هادي صافي، دابا كيبدا شوف كيبدا داك هذا راني ساده، هذا كيبدا يطلع الماء، كيدوز على هاد القريعات اللي متلجين، يعني كياخد منهم البروده
وكيمشي لهنا فاش كيعمر هذا كيبقى يفيض داير له هاد اللعيبات من هنا ومن لهنا كيفيض باش كيمشي لهنا وهنا راه دايرين واحد التقيبات كيرجع يهبط لنفس البلاصه المهم كيبقى يدير حركه دائريه دوز على داك الثلج اللي راني دايره والفوق راه كيدوز على هاد اللعيبات وهو اصلا نيت الماء راه بارد يعني الماء راه كلاصي بارد بزاف كيدوز على هاد اللعيبات باش كي صافي كتبدل مباشره ملي كتخدمي هاد البلاصه هادي كيتبدل الهواء كيرجع بارد بحال الكليماتيزور صافي المهم هاك راه عاطيه البروده للجهه الفوقانيه راه عاطيه للفوق البروده الا بغيتها تعطي لتحت كنهبط هاد اللعيبه هكا فهاد الشيء ما كاين وكنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان من عندي ها نتوما دابا راه غير ناقصه ولكن بغيت نجهد صافي كتزال حتى في الصوت ها نتوما يعني نقصت هي تزادت كتعطي البروده للبنات كتعطي البروده صراحه زعما رايي فيها الصريح والله الا زوينه والله الا احسن من الفونتيلاتور وحسن من الكليماتيزور الكبيره اللي كتركب برا من الدار هذه زوينه والله الا البنات زوينه زعما كنصحكم اللي عندها الحراره في الدار تستعملها دابا صافي انا غادي نستعملها واحد غادي نشعلها زعما راني خدمتها واحد نص ساعه كتلقاو بان البيت برد ما بقاش سخون هاد الشيء عادي الا جلستي اون فاس ليها راه كضرب فيك البروده ولكن حتى الا ما جلستيش هكا اون فاس ليها راه كتبرد لك البيت سيرتو الا كنتي دايره هكا ضرب الفوق كتبرد لك البيت مهم زوينه بالنسبه لا ماركه البنات هادي سميتها ايليت هادي هي لا ماركه اللي خديت انا ومهم اي معلومه اي حاجه بغيتو تزيدو تعرفوها مرحبا سولوني في لي كومونتير وغادي نجاوبكم كيف ما قلت لكم اي تساؤل اي حاجه مرحبا بكم اي سؤال بغيتو تسولوني عليها مرحبا بكم تاعنا براسي راه فاش خديناها يلا خديناها البارح ولا البارح راه ما كنتش عارفه ولكن بحت 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 صافي تعرفت كل شيء عليها وبالنسبه للراي فيها يعني راني جربتها وشفت رايي شفت يعني شفت رايي فيها واش مزيانه ولا لا صراحه زوينه لا ماشي هذيك لا ماشي هذيك وصافي هذا الشيء ما كاين البنات فيديو خفيف ظريف ماشي شي حاجه ما تقاسمت معكم فيه والو الصراحه كنت باغا ندخل لكم هذا الفيديو في شي حاجه ولكن غيجي الفيديو طويل صافي بغيت نعطيكم غير معلومات على هذه صافي باش النيت اللي بغى شي واحد المعلومات غير عليها يدخل الفيديو يلقاه وكنتمنى تشجعوني بلي لايك اللي شاف اول مره القناه ديالي يدير يهبط لتحت يضغط على الزر ابوني ويضغط على الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي ومرحبا بكم عندي ومرحبا باي واحد جا عندي جديد ولا الناس القدامين ديالي مرحبا والف مرحبا وهذه هي نهايه الفيديو تهلاو فراسكم باي باي عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر